Gingerbread Man هو اللي رح نشتغل عليه اليوم مع شيف شارل. هلو هلو كيفك؟ صبا ماشي الحال. Gingerbread Man أو كوكيز أن في كمان يكون نعمل على شكل بيت Gingerbread House إلى آخره. نلاقي الحلويات اللي بتذكرنا بالطفولة اللي مزبوط مش طفولتنا نحن كلبنانية بس صارت جزء من ثقافتنا حتى إذا بلشت بغير بالليل. نحن بنحضرهم كنا بنشوفهم وبتخلي الأولاد يحلموا بينبسطوا. اول شيء لانه هوم ميد باكتريت الاح يعني وراح نشوف قد سهله. ثاني شيء لانه في واحد يرسم عليهم يعمل شيء مهضوم لكم. مثلا هو اللي بلشنا اليوم راح يكون في تيست ل كمان انا على طول بعلق بلشها تيست لقدراتنا الفنيه الشخصيه. فبالسكر راح نلون الكاركترز وراح نرجع نزين السابان اللي موجوده هون. نرجع كمان انا وياك واذا كمان كاتيا. هلا كاتيا بتساعدنا كمان بتساعدنا نعلقهم. كاتيا رح تعملهم حمر كلهم لأنه متفقين أنا وياها إنه نقصنا شوية أحمر بالشجرة فرح نعملهم حمر ونعلقهم. بدك نبلش بأول شيء المقادير رح يطلعوا هلا. يلا It's a very easy recipe. غرضك هون أوكي أشياء بتلتقى عطول بالبيت ما في غير الزنجبيل أو الجينجر يلي تصور بدنا. مزبوط. هلا هي أول شغلة لازم نحن العسل لازم نسخنه مع السكر اوكي. السكر يحو هون رح احطهم على النار. شو بيصير هون يعني شو بيصير بين هلا كراميل او يعني طالما في بدوب بدوب السكر اوكي بدوب السكر بقلب العسل. العسل بيعطيها طعمه وبيخليها بيحفظها للبسكويت ما بتعود تنتزيع لانه هو العسل شو بحافظ بدك تعتبره كانه هو سكر انفيرتي. سكر انفيرتي بخلي بخلي البسكويت يعني تقدر تحفظها اكثر. ليش رح اعمل شيف؟ رح نبلش نحضر نعمل وقفه سريعه ونرجع بنكمل تحضيرات الجينجر بريد. عودة مشاهدينا ل What's Cooking. تعرفوا مرات بحاجة نحن ل نسكر عيوننا نسكر دينينا نضلنا بالعالم تبعنا نغير جو لأنه عن جد الجو اللي عايشينه صعب وبذات الوقت ما فينا لأنه هيدا بلدنا هو إخوتنا اللي عم يتعذبوا اللي عم يروحوا شهداء بالجيش. على كل حال نحن دورنا أنه نكمل باللي عم نعمله. شيف Thank you for being here. بلشنا لكن بالجينجربريد كوكي كنا عم نحط العسل والسكر لندوب. مزبوط. السكر بقلب العسل. مزبوط. بهالوقت استفدنا نحن بلشنا شوي بالباتا سوك ندفعنا نرسم على هال الكوكيز اللي اوريدي عملتهم. صح. بس خلينا نرجع لكن على البداية. للبداية كيف ننطلق كيف منقوم بمشروع جينجربريد كوكيز؟ هلا اول شغلة حطينا نحن الطحين رح نحط البيكنج باودر حطينا السكر هونيك في عنا الزنجبيل وعنا القرفة كل المواد اللي هي بودر حطيناها مع بعضها. اوكي العسل هون حمي. يس. حطينا العسل والسكر مع بعضهم هون سخنوا العسل والسكر بفترة اللي كنا اخذين فيه بريك طالعين فيها على الهواء رح اخذهم ونزلهم فوق الطحين. رح نزل الزبدة بالأول. هلا بذكركم كمان إذا عبالكم بأي وقت ترجعوا تشوفوا الريسيبي غير إنه مكتوبة فيكم تفوتوا على يوتيوب ترجعوا تحضروا أو على الويب سايت الإم تي في ترجعوا تحضروا الريسيبي أو بيقدروا يفوتوا على الفيسبوك بيج عندي فينا نفوتها كمان شيف شارل عزار. بيقدروا يشوفوا الريسيبي وبيقدروا يرجعوا يحضروا الفيديو. رح نزل هلا العسل مع السكر. بدك ساعدك او انت بتقوم بكل شيء لوحدك؟ لا بقدر بقدر. اوكي انت اذا بدك فينا نبلش نحط لهم برك الريبون لحتى نقدر فينا نبلش ريبون. ايه واول بدك تكفر رسم كم وحده من هدول وبعدين نعمل الريبون سوا. بس انا كنت احسن هم هالجزء من النهار بس مش الحال انه ليش لا طلعوا حلوين ف يلا رح نعمل بعرف انه كريسماس. ليك هون كيف العجينه عم بتصير
عم تنعجن مع بعضها. ذكركم انه اطلقنا اليوم مسابقه على بكره باب تو ديت، وكل يوم راح يكون في مسابقه بوقت كريسمس، جايزه حلوه كثير من عند لو شاركتيك. من وين؟ وين المدينه او الضيعه تبع سانتا كلوز؟ اذا بتعرفوا الجواب اتصلوا فينا تحت الهواء. وكل يوم راح ننقي، يعني راح يكون في سحب للشخص اللي اكثر شيء بين الاجوبه الصحيحه لياخذ قيمه ب 250 الف ليره من عند لو شاركتيك. سو انت عم تخلطهم، ما في غير الزبده رح تخليهم يلقطوا على بعض، والعسل بدك تضيف العسل كمان مزبوط. ايه بعد في شوي صغيره لانه سقعوا. هل اول شيء كثير ناتشرال هالبسكت، اصلا بسكت اجمالا يعني بتكل على اشياء طبيعيه، بضاين برات براد، بضاين فتره طويله على الحال على الطاوله، مش شيء بينتزع بعد ما فيه فول بضاين بضاينه شهر، يعني فينا نبلش نحضرهم من هلا ونتركهم حتى لاول السنه، يعني اول جمعه من السنه. كثير اذا بتلاحظوا مثلا من اللي عم طورهم هون كثير كونسبتشوال ارت، اذا بسمح لحالي اقول هالشيء، ابستراكت يت كونسبتشوال هيك، شحطت قلم كثير عرفتوا كيف، بس يعني قابلت اللوك. هيدي بتبقى انت الوحيد اللي فهمان شو عم تعمل. انا لاحظت انه كل ما بتفهم شو الشيء الفني كل ما قيمتها اكثر. اكيد. استفيد. اوكي عم نرجع نكفي، عم نحط كميه العسل والسكر، رح نرجع نعملها بالمكنه. هلا اكيد العجينه لازم نريحها، نتركها تقريبا شيء اربع ساعات بالبراد لحتى ترتاح، نرجع بعدين بنرقها وبنقطعها بالفورمات اللي بدنا اياها، يا بنجيب موديل دباب يا بنجيب الجينجر بان الموديل التقليدي تبعه، يا بنقطعهم مدورين وبنرسم عليهم. في فورمات كثير بالسوق نقدر نحن نستعين بالفورمات الجاهزة أو نجوم، نقطعها بشكل نجوم. طيب شيف بدك تعبي لي شوي هال يلا تبع السكر، لأنه صراحة عم توقف بيني وبين فني، عرفت كيف؟ عم بتكون مثل حاجز لأنا أقدر حالي بهال يلا. ها بس تفرجي المشاهدين هون كيف صارت العجينة. هو هو رح هاي الها بعد ما خلصت رح نوصل له. اوكي نشوف هون الكونسيستانس تبع هالعجينه بتفرط صح مثل الباتسابلي بالاول بتفرط، هلا بعدين بس تسقع نرجع بنعجنها شوي صغيره بنرقها. يحيي هون العجينه، بس نرقها للعجينه من اهين الريسبيز اللي ممكن اعلمكم اياها، مش معقول بعدين طيبين كثير. بتصير هيك بنرقها دخلك بتقولبها قبل ما تفرنها. اكيد اكيد قبل ما تفرنها. لا ما كنت قبل ما تفوتها على الفرن كمان بس ابريفياسيون حلوه. ابريفياسيون انه كيف بتقول من منتج، كيف بتقول تفرن تفرنها. اوكي بأمر السياره. ايه اوكي هيدي هون عندنا اياها هلا قطعناها. اوكي فينا الموديل اللي بدنا اياه نقطعه، بنعملها لانه نحن بدنا نعلقها على السابان، بنجيب بنعملها فخوات صغير على الراس. هذا اللي كان عم بيحكي عنه الشيف انه بدنا ناخذ هالريبون نقصهم نعمل لهم هيك شنقل صغار متى ما دخلوا ورجعوا خرجوا من الفرن بصير فينا نعلقهم مثل ما قلنا بالضاين شهر. اكيد بيفور افتر. اوكي هلا نحن مع انه فرجينا البروسس كيف نعمل العجينه كيف بنقطعها، وبدها تقريبا بالفرن حوالي نص ساعه على درجه حراره 150 لانه نحن لازم ننشفها. بس نص ساعه؟ ايه نص ساعه لانه صغيره يعني حبه صغيره.
اوكي بهلا كلها سوا. المشروع ما بده اكثر يعني من لا هو بده اكثر لانه نحن قلنا بدنا نعمل العجينه وبدنا نريحها تقريبا 4 ساعات بس بالفرن بتاخذ نص ساعة 35 دقيقة على درجة حرارة 150. نرجع بس نخلص لازم تسقي بس تسقي يعني ليك تشيف اي كيف بدي اسالك الباتا سكر كيف بنلونها هيك او بنعطيها الكونسيستنس؟ هيدي الروسيت عملتها انا من جمعتين على وقت عيد الاستقلال عملنا بسكوي عملت وقتها علم اللبناني استعملنا سكر بودرة زليل بيض وحطينا فيه كولوران حطينا نقطة حامض فيه او حامض الليمون فينا نحط او خل ابيض كمان بس شوي صغيرة بنحركها مع بعضها لتاخذ هاي الكونسيستنس تكون جامدة بعدين نحن الكولوران لازم يكون كولوران اليمنتير يعني لازم يكون بيتاكل اكيد بس ما تكتروا منه حتى لو بيتاكل كمان منه كثير مفيد للصحه بس بالنتيجه هو سكر كمان مزبوط نحن بس كرمال نلون يعني مضطرين لنلون نستعملهم. خلينا ناخذ اتصال من ماجي بتصور عم تسال بقديش فيها تحصل على هالقطعه الفنيه. هلو هاي ماجي اوي كيفك؟ سهوا بدك تجاوبي على ال او مزيد علني على هالقطع او تجاوبي على المسابقه؟ على اي ضيعة شنطة؟ يس لابلاند. شو هي؟ لابلاند هذا اللي قلتيه؟ يس اوكي ما راح اقول اذا الاجوبه الصحيحه راح يتجمعوا راح يكون في سحب اخر شيء لنعرف مين رح يحصل على الجائزة اليومية. بقى thanks for calling. في اتصال تاني من مايكل. الو الو هاي مايكل. هاي ألبير كيفك منيح؟ صافا وانت؟ وينو سانتا؟ سانتا بلابوني. لابوني بتعرفوا انه من يومين في حدا في ولد بأمريكا اتصل على 911 يعني الشرطة بأمريكا عم بينبش على سانتا كلوز زي دي كانت بالجرايد. thanks مايكل thanks for calling. رح نترك جوابك. على كل حال عم ناخذ بعض الاتصالات على الهواء بس بذكركم انه كلكم فيكم تتصلوا حتى تحت الهواء تتركوا اسمكم تعطوا جواب اللي بدكم وتشاركوا. انا بدي افرجي كمان تكنيك كيف نقطع الورقه لنعملها نعملها كون لنقدر نرسم فيها. الورقه بتكون عندنا اياها مربعه بنقطعها نجرب نقطعها تريانجل ريكتانجل يعني يكون مثلثة بس مطاول بنفس الوقت. قديش بدك طول الكوتي من كل كوتي؟ قدي الكوسينوس تبع ال اوكي نعملها بهالطريقة هي كانت هيك بنقصها لحتى يطلع معنا الكون مزبوط لازم نقطعها بهذه الطريقة. نرجع بعدين ناخذ الزاويتين نفوتهم على بعضهم بهالطريقة هيك وبنلفها. هلا اكيد فينا نعملها نحن اكبر لتساع اكثر. رح نعمل نحن اللون بعد ناقص بدك اللون الابيض بدك ابيض شيف. نحن هلا وقتنا خلص ليك شو رح اعمل؟ أوكي. رح ناخذ بريك كثير سريع. اوكي رح نروح عند كاتيا بفقره الايف وانا هالوقت بقدم لكم This is art. See you later. لل tasting. Hello again. What's cooking? كاتيا انضمت لنا شيف شارل وأنا بتصور طلعنا كل شيء كان فينا هيك آخر عمل كل المواهب طلعنا. كل المواهب والأحاسيس اللي ممكن نكون حسينا فيها بهيدا النهار. ما هيك كاتيا إنه ما ضروري كل الناس تكون حلوة وبرفكت إنه في ناس مختلفة في ناس ما إلا عندك مسج يعني مش عم تشتغل شو ما كان يعني إذا شيء ما بي ما بي هذا مش عطول حاب يطرش الكوكيز ما في مشكلة هو مختلف. فكرة كاتيا إنه كان عم بيقول الشيف إنه من العوائد الناس بيعملوا جينجر بريد كوكي إنه فينا نعلقهم على الشجرة ف you'll do this. أنت بتساعدنا أنا I will بس ما بضمن لك إنه يضلوا معلقين على الشجرة الحقيقة.
يعني ما بعرف مثل ما بدك، انا ما بنصحك بس اوكي بنحاول. على كل حال في ما رح يضلوا يعني بضلوا نص ساعه ناكلهم. في الصغار This is art. اوكي يس بيور ارت. What is art اصلا؟ هيدا سؤال بيطرح نفسه. What is art؟ وهون بدنا ناخذ اسبوع بركي لنجاوب وناخذ ناخذ وقتنا وناخذ. بديك حلقة كاتيا؟ This is art. ايه بليز كبرهم. ماشي هلا تصور. لكن سؤال الكومبيتيشن بذكركم كل يوم بـ MTV Live رح يكون في مسابقة وسؤال جديد. اليوم السؤال كان من وين هو يعني وين موجودة ضيعة بابا نويل؟ هل هي بألاسكا؟ هل هي بأوكرانيا؟ أو هي بفنلندا؟ بقى في أجوبة طلعت قبل ما كانت واحدة من الثلاثة، كانت منطقة بقلب بلد من هالبلدين، فهو منطقة من هالمناطق لأن ألاسكا مش بلد. بس حلوين بيطلعوا حلوين على الشجرة كثير حلوين مش شوي. بس بدك تنتبهي يمكن نتقال لهيديك بدها تهوي. بس هيدي بدنا نحافظ على الطبيعة. هي شربينة ما بتحمل. نازل زوز نحافظ على طبيعة MTV Live. Thank you to Storium for this very nice decoration بالمحل بالمحل بالاستوديو. ميري كريسمس. ان شاء الله يكون ميري الجميع. اول ما لحظه هلا عم تلهونا نزين يعني مش رح ندوق؟ بلا 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 فينا ندوق. جاد على الخط البيت. يلا انت دوقي انا بخجل. هلو تمام دوقنا مزينين. شاد كيفك؟ ميه تمام؟ ايه عندك جواب على السؤال؟ ايه هيدي بدي احطها على شو بتقول؟ فنلندا. فنلند جايبك فنلند. اوكي جاد برجع بقول انه ما عم نقول اذا مزبوط اذا لا، عم نترك كل الاجوبه الصحيحه، رح نسحب اسم بين الاسامي اللي جاوبت صحيح باخر نهار اليوم. كاتيا بترجع بتعلن مين هو هالشخص اللي رح يربح قسيمه شريفه يور بيس اوف ارت جابت لايدي 250 الف ليره من عند لو شاركتيه. ما نشف بعد السكر عليها؟ نو اول نطول بالنا شوي. ما دقتيهم ما بدك بلا. على فكره اول ما يطلعوا يعني اول ما يظهروا من الفرن بيكونوا قاسيين. هيدا الكوكي اصلا كان كثير قاسي بالزمانات، بس هذا الشيء اللي بخليه ضاين كثير. بس صح. اول ما بتنطروا يومين ثلاثه ومثل ما قال الشيف ضاين لشهر بيطرى بيرجع. وبكلكم انه هيدا اطيب شيء على بكره مع شاي الحليب شو قهوه اذا بتشربوا. هلو هاي صراحة اضطري بعدين. ان شاء الله ان شاء الله على الكل تكون بوناني. عندك جواب؟ وي فنلندا. فنلند باخذ اسمك. اوكي اريانا نايس ميتينج يو ثانك يو فور كولينج. اذا حدا بعد بحب يستفيد يتصل فينا بالوقت. بعد شو راح يكون في كاتيا واقفه مع 10 افلام رومانتيك. ما راح يكون في تايتانيك. ما راح يكون في ويست سايد ستوري. ما راح يكون الكلاسيكس يلي منقول انه اكيد رح يكونوا بقلب هالليستا. رح يكون في اسامي غير لانه نغير شوي ورحنا شوي لبعيد للسينما القديم واشياء جديده. فهيدي بس لنحطها بالاجواء. في افلام رومانتك صحيح بس كمان فيها مقاسي كثير. نحن بتصور انه شبعانين مقاسي تركناها خفيفه. تايتانيك كثير بزعل اخر شيء يعني ما بيصير. ما بدي انزعلكم اياها هلا اذا ما حضرتوا الفيلم بس انه ما قدرنا. ما بعتقد في حدا ما حضر الفيلم او بيعرف. فاذا رح تضطر اكيد هيدا بكره بترجع بتطرى هي اكيد على الرطوبه لما نكون نحن معلقين هون او اذا نحن تركينهم اكيد بعلبه او شيء. بعد يوم يومين ببلشوا يطروا. بس نحن هذا الكوكيز هو معمول خصوصي ليضاين كل فتره ديسمبر. هن طيبين قرقشوا بس يعني طيب مش انه اكيد هلا هن الاطيب انه اذا بنغطهم بالحليب مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي انه لازم ينغطوا بالحليب اطيب. بتعطيها اكيد السينمون الجينجر. على كل حال كنا عم نحكي انه كمان فينا نحط دبس اكيد محل العسل. محل العسل فينا نحط دبس كمان انه هذه تلبننا شوي تلبننا شوي
انا بحب اقول للمشاهدين انه بحال يلي ما قدروا تابعونا من الاول اذا بدهم يرجعوا يشوفوا الرسات بيقدروا يفوتوا على الام تي في او بيقدروا يفوتوا عندي على الفيسبوك بيج شيف شارل عزار، وفي رقم اكيد فلور ديليس عم بيقطع مشان يلي بعد ما حجزوا كرمال البيش دونوال يلي عملناها عجلو عجلو الكرياسيون يلي انعملت مع توني ورد وفلور دوليس وانا عملت الاكزيكيوشن تبعها صارت جاهزه وبلشت وما بقى في كتير عم تنبيع بقوه نحن لانه عملنا ليميتد اديشن ونحن مطلبه من فلور دوليس اكيد الرقم يلي عم بيقطع بيقدروا يتصلوا اذا في عندنا وقت بس بحب اذكر شو هن المونتاج تبعها بدك نتركها لما تجي عجل فيها بسكوي على نوازيت وفيونتين مع براليني كريمو على فاني وفيها كومبوتي دو بيوك وموس او شوكولا ومعمل لها فلور كثير طيبه اذا هين لك مرتجي جيب لنا قطعه ونحن من فكر شو في بقلبها خلينا نوقف هذا كان كل شيء لليوم من واتس كوكينج رح اترككم مع ريسيبي بكره ونحن بنكمل كاتيا وانا نهارنا معكم Let your spirit rip when you skip to the bit.